السلام عليكم بنات، لاباس عليكم؟ كي بقيتو؟ الاحوال طيبه، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في القناه وفيديو جديد ووصفه جديده باذن الله. انا اليوم عند الوالده ديالي وبغيت كنت غادي نصاوب البراوني، وقلت علاش ما نشاركهاش معاكم، وهذه هي الفرصه المناسبه. هاد الوصفة هذه كتكون هائلة في المذاق وزوينة بزاف، انا متأكدة ان شاء الله فاش غادي تجربوها ما غادي تعودوش تستغناو عليها. وكيف ما كتشوفوها انتم، المكونات بساط وفي المتناول. نتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفة وتجربوها في المنازل ديالكم، وما تنسونيش من التعاليق الجميلة ديالكم ومن الاشتراك وتفعيل الجرس. ان شاء الله بلا ما نطول عليكم غادي ندوزو نيشان للمكونات. عندنا هنايا 250 غرام ديال الزبدة، عندنا 3 ديال البيضات، عندنا 200 غرام ديال السكر سنيدة، عندنا الدقيق اللي فيه 175 غرام، و 120 غرام ديال هاد الشوكولا قطع. انتما غادي ديروا الشوكولات اللي عندكم متوفر، انا عندي هذا درتو، الا عندكم شي نوعيه اخرى استعملوها، غير تكون 120. وبالنسبه للجوز اللي هو القرقاح، عندنا 100 غرام ديال الجوز. غير للاشاره فقط، المقادير خصهم يكونوا مضبوطين. ودابا ان شاء الله غادي ندوزو للتحضير. على نار هادئه البنات، ولما نشعل البوطه، خص البوطه تكون قليله، العافيه خصها تكون مهيله. غادي نضيف الزبده، غادي نخليوها تذوب، خصها تذوب مزيان. من بعد باش تذوب نزيد واحد شويه في العافيه، حيت انا درتها قليله بزاف، غادي نزيد فيها شويه. فاش تذوب غادي نزيدو عليها لو شوكولا. هانتوما كيف ما كتشوفوا هي دخلت في الماء، باش يجي ساهل حتى هو. ان شاء الله فاش غادي تجربوها غادي تعجبكم، ديك الساعه غادي تردوا عليا الخبر. والمقادير ما فيهاش بزاف، مقادير ساهلين. هذا ولدي ولاد خوتي. احنا زدنا الشوكولاتة على ديك الزبدة، هاهو داب حتى هو. غير هو هاد الشي خاص يكون ضروري تحرك، يكون تحرك. يكون تحقق مزيان. هانتوما كيفما كتشوفو،
غادي نقص واحد شويه من البوطه باش ما يتحرق ليش هادشي، حيت الناخ تتكون مهينه. من بعد غادي نضيف السكر شويه بشويه، واحد الرائحه عاطيه زوينه زوينه يا البنات. نتمنى انكم تشوفوها. احنا من بعد نضيف البيض وحده بوحده، نضيف التانية ونحرك التانية مزيان، مخصنيش نخاف من التحرك. هادي نزيد نخاف، هانتوما كتشوفو عاوتاني غادي نضيف الاخيره، وحتى هي غادي نحركها مزيان. سمحوا لي ما كنهضرش، شويه انا ولفت هاد المعلقات ديال العود ما بيهم كنخدم صراحه مزيانين. غادي نزيد هذا الدقيق حتى نكملو، انا كملتو ومع التحريك الجيد كانتما كتشوفو فاش غادي نضيف هذا. غادي يبقى لي هي الكركع او الجوز، فاش غادي نضيفه
انا راني ضايفه المول دهناه مسبقاً بشويه ديال الزبده وشويه ديال الدقيق. دابا ها هو تحمر لي باش عاد ندخلو للفرن. هانتوما غادي نضيف الجوز وغادي نطفي عليه البوطة غادي نطفي العافية وغادي نديرو في المول اللي غادي ندخلو الفرن. هانتوما تتشوفو البنات صافي انا كملت دابا غنتحقق صافي هو غادي يكمل الطياب ديالو في الفرن. انا طفيت دابا عليه البوطا هنا يعني طافيه 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 العافيه. دابا غادي وهكا البنات هانتوما كيف ما كتشوفوا انا خويته هنايا في هذا المول وغادي نديخو في الفرن ونتلاقاو عاوتاني من بعد ما نخرجو ان شاء الله من الفرن باش تشوفوا الشكل النهائي ديالو. وهذا هو الشكل النهائي ديال الوصفه ديال اليوم من بعد ما درتها في هذا المول على هذا الشكل ودرتها في الفرن طابت مده طهي تقريبا واحد نصف ساعه. وتزيين انا اقتصرت على هذا التزيين نتوما التزيين غادي ديرو على حسب اللي بغيتو. التزيين دائما كيبقى على حسب الاختيار. نتمنى انها تعجبكم الوصفه ديال اليوم وتجربوها وما تنساونيش من التعاليق وما تنساونيش من لاجيم وما تنساونيش من تفعيل الجرس. وشكرا والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.